أول مرة يتطرح علي هذا السؤال. بالنسبة لي أنا طبيعة الحال كنت الموسم الماضي في الفريق، كان عندنا واحد المسار جيد وتصور رياضي، فهو تيكون مكلف به المدرب والمدير الرياضي ديال النادي. بطبيعة الحال من بعد استشارة ديال المسؤولين، لأن المسؤولين هما اللي تيوفروا وسائل النجاح لا المادية ولا الرياضية، وبالتالي التصور اللي تنوضعوه في إطار اشتغال مهني بين المدرب اللي تعطي التصور التقني ديالو على اللاعبين اللي محتاج ليهم، ثم الإدارة الرياضية اللي تتوفر هاد النماذج ديال اللاعبين اللي من بعد تيختارهم المدرب باش يشتغل معاه. الهدف ديالنا احنا الاهداف ديالنا عندنا هدف هو اننا نكونوا افضل من الموسم الماضي ان شاء الله، ولكن كاين اهداف مرحليه، لان فريق وقعت فيه مجموعه ديال التغييرات، بدينا الاعداد متاخرين، وبالتالي كانت عندنا هذه المرحله كنا واضعين تصور ديالنا وهدف ديالنا هو اننا ننهيو هذه المرحله بخمسه ديال النقاط، لكن نهينا بخمسه نقاط غنكونوا في وضعيه ايجابيه، خاصه ان كنا عارفين غادي نلعبوا مع الوداد وغنخرجوا جوج ديال المباريات، وبالتالي الحمد لله حققنا الهدف ديالنا في هذه المرحله هذه. الان كاين توقف، ثم غنشتغلوا ان شاء الله باش نكونوا افضل في المباريات المقبله.